الأكبر الرياضية مع أمين هلال في أكتو سبور. أكتو سبور. في أكتو سبور البداية باش تكون مع الرابطة المحترفة الأولى واليوم الدفعة الأولى من الجولة السادسائية بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كما قلنا زوز ماتشوات اليوم في الأفيش، مباراة انطلقت مع الخامسة نلعب في دقيقة 55 في سليمان مستقبل سليمان الاتحاد الرياضي ببن قردان، التقدم لاتحاد بن قردان هدفين مقابل صفر، ثنائية كل من عمر زكري في دقيقة 14 وبن ترشا في دقيقة 52، مع انه ما بين بن ترشا وفخر الدين العوجي تو نتاكدوا من اسم اللاعب اللي سجل الهدف الثاني. المهم انه النتيجه الى حد الان هي 2-2 لاتحاد بن قردان ضد مستقبل سليمان في سليمان بالذات، مع السبعه مباراه الثانيه لليوم. الاتحاد الرياضي المنسيري يستضيف نادي حمام الانف، مباراه يظفرها وليد البناني، نجم تفرجوا فيها على القناه الوطنيه الثانيه. غدا الموعد مع الدفعة الثانية مع الخمسة، نجم المتلوي هلال الشابة تحكيم لنعيم حسني، اتحاد طويل ملعب التونسي مباراة زفرة صادق السالمي، شبيبة القروان النادي الافريقي تحكيم لامير الوصيف، والنادي البنزرتي يستضيف النجم الرياضي الساحلي تحكيم لمحرز الملكي، مع سبعة درجين الكلاسيكو القمة باش تجمع الترجي الرياضي التونسي في رادس، وين يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي مباراة زفرها يوسف إسرائيلي. من الرابطة الأولى نمشي للرابطة المحترفة الثانية، ونحدد المكتب الجامعي اليوم الرزنامة النهائية الخاصة بمواعيد مباريات تفادي للنزول، وفي الإطار هذا باش دور مختلف المباريات في المواعيد هذه. الجولة الأولى باش تكون نهار 1 سبتمبر، الجولة الثانية نهار 4 سبتمبر، والجولة الثالثة نهار 8 سبتمبر. ويشرف رئيس الجامعة وديع الجريعة على الاجتماع التنسيق اللي باش ينعقد بحضور كل الفرق نهار 17 أوت مع نص نهار بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وتقرر أنه باش تقام المباريات بين مدينتي المنستير وتونس العاصمة. المباريات المجموعة الأولى بتتلعب في المستير، تضم كل من أندية هلال مساكن النجم الراتسي والملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة. المجموعة الثانية اللي بتتلعب في تونس تضم أندية كل من أمل حمام سوسة، مستقبل المرسى، مستقبل القصرين، والملعب الصفاقسي. نمشيو للهوند ونمشي نستأنف بطولة القسم الوطني نشاطها نهار السبت 15 أوت من خلال مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج، فيها زوز مباريات قمة، الماتشات الكل مع الستة. القمة الأولى باش تجمع في قاعة الحمامات جمعية الحمامات بالنادي الأفريقي، وفي المهدية مكارم المهدية يستضيف النجم الرياضي الساحلي. باقي مباريات الترجي الرياضي التونسي يواجه نادي كرة اليد بقصور السيف، وسبورتينغ المكنين يستضيف نادي سقيت الزيت. من الهوند نمشيو للباسكيت، نهار السبت الموعد في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس مع عرس كرة السلة التونسية، الأدوار النهائية أكابر وكبريات الستة، باش يكون الفينال متاع الكبريات، باش يجمع نادي شرطة المرور بالأمل الرياضي بالوطن القبلي، ومع التسعة غربة نهائي الأكابر باش يجمع شبيبة القيروان بالاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة في أوروبا، الموعد اليوم مع مباريات الدفعة الثانية من دور الربع النهائي للأوروبا ليج، اللي مش نتعرفوا على آخر زوز فرق باش يترشحوا للكاريداس المربع الذهبي. نذكروا البارح الإنتر ومانشستر يونايتد كانوا ضمنوا ترشحهم لدور النصف النهائي، الإنتر بعد فوزه على باير ليفركوزن 2-1، ومانشستر يونايتد اللي فاز على إف سي كوبنهاجن بعد تمديد الوقت هدف مقابل صفر. اليوم زوز ماتشوات مع ثمانية كالعادة، المباريات يتلعبوا في ألمانيا، شختار دونيسكا الأوكراني يواجه بازل السويسري، والمواجهة الثانية باش تجمع ولفرهامبتون الإنجليزي بإف سي سيفيا الإسباني. كانت هذه أخبارنا لليوم في أكتو سبور. أكتو سبور. شكرا أمين. دونك مكملين معاكم شويخ، مكملين في أخبارنا والأكتواليتي، خليكم برونشي معايا ومع توت ليكيب. دونك تكنو بانا.